عرفتي واحد البرد واحد البرد واللي ضعيف العظم ديريكت ياك يلا سعد سلم اخي ديماري ديماري باقي الله يربح فريو 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 صباح النور بخير هاني الله يبارك فيك هاكوك 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 هاو هاو مكاموفلي هاو غيلان هاو 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 تبارك الله عليك صباح النور فين حنا دابا فين والله ما بيترو بيترومين بيترومين ياك تلجاك جاب فوق السطح ديالك سي موان دو بصح ماشي عبدو عندك شي بطانيه تما ومعنا المشاء الكبير الكبير الصغير كبير الصغار والله لا ستاسيون سي بيترومين هذه هاد المنطقة شنو مسمية بعدا؟ بني يوسف هاكوك ثلاثة بني يوسف بون اون بتيت انفورماسيون مي ولكن البرد 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 اللي جا هنا خصو دونك الروتور ان شاء الله نديرو شي غديوي هنا ابر ارتاح الله يا رب الله من الشيخ زامي الله العظيم إلا وقفت هنا ياف ديرها سبة دير راسي كنصور ولكن او مينطو باش ارتاح فريمون دابا جاية واحدة جاية واحد العقبة يا كراسيد انا كنرتاح الرحى هلا و سبب تواجد هاد الرحاوات بزاف هنا راه واحدة أخرى راه هي هو تواجد ديال أشجار الزيتون بكثرة هنا دونك سير ولكن دابا جنا وباعوا اللي باعوا وإن كان ما نكذبش عليكم أنا اتخذت قرار نظرا لكثرة التزييف والخلط والغش والتدليس اوف لوترو جروب باقي ما جا كاين شي طريق اخرى من غير هادي الدراري شوم باقين باقي لتحت داكور قلت قررت نشري واحد النوع من الزيت زيت ليكسبورطاسيون غالي اي بورتون ما نشريش داك اللي قدش الثقه عباد الله واخا يكون الانسان زعما انا لا اعمم كاينين ولاد الناس كاينين ما او نيفو هيجين مثلا كيتحلق الزيتون هنايا وزعما غادي يغسل هو ديك الرحى وغادي دونك نيفو هيجين دابا كثرت الامراض وكثرت بيدو يعلم الله فين كيدير الزيت منين ما جي واش توت فاصون ما كنقولش هي ما تشريوش انا كنهضر على راسي انا ما نشريش الا اللي ديزاف لي ماشين وديزاف مثلا كنشري واحد الزيت ما نقولش السميه ديالها السعر ديالها 68 يترو ل 750 سنتيلتر يترو الاربع دونك ليترو
كيطيح راه قريب من قريب من 80 درهم مثلا، ما حسبتش ما خصني عاد نقسم هذيك على ثلاثة ونزيد لي انكار. ولكن بحكم ان الاستهلاك ديالي فقط في الفطور هو اللي كنستعمل الزيت البلدية اللي كنسميها حنا بلدية، و ينادمس الاستهلاك ديالي ضعيف، دونك ما غنجيب 100 لترو وتبقى، ومن بعد كتخلي داك الطخت فحال الزفت لتحت، يعني ماشي مصفية مزيان و كتاكلها ديريكتومون، يعني ماشي غطيب ولا بون. دردش معكم شوية ريت ما يبانو ميزامي راهم جايين. أفين با سليمان باقي لتحت ولا؟ سليمان الحاج 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 أجاي صديق ديالنا قال لك غادي نجي. انا تبعت لو جروب ديليت ضربت معاهم حتى لهنا، عاد ما قدرتش نكمل، دونك دابا كنتسنى الاصدقاء ديالي هما جايين، وباقي واحد جروب اخر. وازدي حسن لا سونتي صافا شويه هلو يا شك انت عجزتي في الصباح. اللي مزيان في المغرب هو كتجي هنا كتلقى بعض المظاهر ديال البداوه، بحال داك السيد راه هو جاي البغال وجوج ديال البقيرات، ولكن هاد المصائب ديال هاد التلقيح راه هما فودنيهم دوك اش كتسمى شحال تسمى بحال الحلقة بحال واحد الشارة تما ملصقة في الودن، دوك فيها النيميرو سيري ديال اللقاحات اللي خدات على القضية ديال لاتراسابيليتي. هادو اللي كنت كنتسنى يجيو، لا ماشي هادو، باقي اللي الجروب الاخرين. السي حداد باقي العتابي باقي ياه عندك تسمح فيه، راهو هذاك راه حفتر
راه تما واحد الطليعه شتيها الى السيد سيدي عبد الباقي كنصيفطو لك هذا لو بتي ميساج فيديو الدراري د لا سكستا ها هما باش يبانو يتزعمهم الحاج سليمان شوف اخاي دابا حنا فاين في بني السف وصلنا للقمه دابا حنا غاديين في داك العرف هو اللي خطط هذا المسار هو المهم كتبقاو تقولوا صعب ما صعب هذا راه ما صعب ما تزفت هذا والو ساهل سعد باقي لاباس عليك اخاي بخير فين ديك السيكستا ديال المفتشين ما بقيناش كنشوفوهم غير حتى في الاخبار جبنا الدراري يا صاحبي شي خرجه لهنايا جبنا الشريف الشريف العائله وسيس الدين والجروبو يلا من هنا كنوجهوك تحيه تشاو واو على رافي هنايا باغ ولالا شتي شحال الدواور تما لا بيست راه هي طالعه للدوار الدوار هذاك اش من جهه هذيك دابا اهل الشريف سولو سولو هدر ما يكونوش هادو ديك اهل السرير وهذا التجمع اللي هو هذا القصر هو هاد الجهه هذا العريش بقات كاين الضبابه تما ما كتبانش داك الجبل اللي كيبان راه هو جيست في السونتر ديك القمة كاين شجرة تما تحت منو كيبانو كلكو سيلويت هذاك لو جروب ديالنا الاولاني ليليت وحنا باقيين هنايا وانا لو ديرني كوم توجور دونك لا فوا ملي كت ما كيبقاش عندي داك الجهد صافي دير سميتو لي بنو كيبداو يتفشوا
دونك ضروري ان اسكال دونك خصنا تنطلعوا لتما نديروا اسكال ناخذوا ناكلوا شي حاجه نشربوا الماء وهذا اي اون كونتينيو سميريت واخا هكاك يعني حاجه بغيتي شي حاجه مزيانه خصك تسوفري سي كوم سا لا في دايره هكاك اوكي يلا توت سويت شكون لا داك فنان هذاك اسمح لي هذاك فنان شوفوا واحد خدامة هذيك حيت في الغالب هادو ما كيكونوش خدام لا هادي بقى لا هادي بقى لا هادي غتكون لا بقى خدامة جديدة سوارات مزفتة هادي عاد صلحوها يمكن عاد غادي يركبوا لها الرويضة هذاك الاول ولا الثاني فين كيصفيو كيصفيو الزيت كيطلع الفوق كيبداو كيجمعوا واحد الرقعة والماء عندهم راه فين الزيت كيبقى فوق الماء كيشرب واحد الرقعة غير الثلث وكيعصروا وكيعصروا في شي غير الثلث الثلثين كيجمعوهم من الرحى كيكون ديجا هنايا اللي كيكون كيطحن كيطلع اللي كيكون كيطحن واحد الساعة كيوقف وكيحفر سبعة الحفاري ثلاثة أربعة دقائق كيطلع فيه الزيت كيوظفهم بالمغروف داكور بعد هذه كيكون ثلثين كيبقى له الثلث الثلث هو اللي كيسهرجو كيعمر هذا بالماء ومن بعد عاد كيديو لشي موضع كيعصروه واقيلا لا 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 صافي هو هذا مغسول ها هو ها هو ها هو هذا دابا صافي مغسول صافي يبقى مغسول يبقى مغسول يبقى مغسول سبحان الله العظيم غريب هادو ما كيداروش الزيت بالطريقه نورمال ما كيداش الزيت الماء كيكون سخون ايه ما كيبغي كيخلو حتى كيطلع النهار حتى كيطلع النهار حتى كتشمج الدنيا باش انا طحنت فيها صح والزيت ديالها كيكون الثلثين الثلثين رائعه باش اللي خدم هذيك كاين واحد الزغلي ديال الديسيون كيجي يعوموا بالماء هذا كيتقطع داك المرجان ودابا هادشي هذا دابا هادشي محمر راه غتهبط دابا داكشي كلشي للبحر كلشي للسد للسد السد فروفا والسد من بعد المتر كوب كيطيح عليك بسبب الفلوس فين شنو الجهه لا شنو الجهه كتهضر Thank you.
Thank you.
Thank you.
داك الخيمه وكاين الهاك الغدا كيف ياخذوا الطوجن ديالهم من سيوانا.